دي نقطة بتتعلق بي حبيت أعلق عليها. أول حاجة الكلام ده بتروه واللي بيتكلم ده واحد من السرورية اسمه عمار ميم 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 بعرفه أنا عرفته وقطعوا الكلام. أصل الكلام أنا كنت برد على واحد من جماعة أنصار السنة المحمدية اسمه محمد زين. داك بينكر الإجماع بينكر القياس بيجوز الاستمناء إنك تستمني أثناء أنت صايم ما في حاجة عرفته وكلام باطل كثير. النقطة جابه وأنا رديت عليها بالكلام ده بوريك كل شيء. أنا ما عندنا شيء ده سنه ودي الدعوة الوحيدة الصريحة والواضحة. بس أنت شيل الصبر وخلي نفسك طويل عرفته وسع وسع صدرك. فالزول ده قال إنه أي زول بقع في بدعة كافر ما في يا كافر يا مسلم ما في حاجة في النص. بقول أي مبتدع كافر وقع لك أي مبتدع كافر بعد ما أغيم عليه الحجة أنا بقول لك ما في بدعة مفسرة ولا بدعة مكفرة كلها مكفرات. لو قلت الصحابة عالمين وسووا الكلام ده أنت سبيت الصحابة. لو قلت ما كانوا عارفين ووقعوا لحد ما النبي جاء لهم في نهاية الحديث ذاته حديث ذاته قال لهم أما أنا فأخشاكم لله وأتقاكم لله وأعلمكم بالله فإني أقوم الليل وأنوم وأصوم النهار وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. النبي وراهم يبقى كانوا عارفين ولا ما كانوا عارفين. بس أنا دار أعذرهم بسألك كانوا عالمين إنه ده خطأ ولا ما عالمين سؤال. فأنا دار أعذرهم لما قلت بجاء لهم صح يعني كانت تتوضح أكثر أقول ما كانوا عالمين ولا بقولها ما كانوا عالمين إنه ده خطأ لما مشوا وقال الأول أنا أصوم الليل أصوم النهار ولا أفطر وأقوم الليل ولا أنام ولا أتزوج النساء ما كانوا عارفين إنه خطأ فده عذر أنا خطيته للصحابة.